ما رح نبعد كتير على المساحة الطبية سلمى، رح نحكي كمان عن موضوع كتير مهم، صوموا تصحوا. هل هالجملة مطبقة على الجميع حتى على المرضى منهم؟ مرضى القلب والصيام، هل بيأثر الصيام على مرضى القلب والجهاز الهضمي والأمراض الأخرى؟ رح نناقشها دائما هلأ بمساحتنا الطبية. الاستثناءات الطبية للمرضى بهالشهر الكريم، ضيفنا لليوم وصل من دبي لسوريا ليكون معنا الطبيب السوري دكتور علي سلطان، اختصاص أمراض داخلية من جامعة نيويورك، وحاصل على شهادة البورد الأمريكي للأمراض الداخلية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك، رمضان اهلا كريم وسهلا فيك. والحمد لله على السلامة. الله يسلمكم يا رب. يسعد اهلا وسهلا. صباحك، أهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الفل. اهلا وسهلا. يا هلا، رح نبلش اليوم ونحكي عن القلب، وهو جهاز من الأجهزة النبيلة بجسم الإنسان. نحكي شوي عن صحة جسم الإنسان والقلب خلال شهر رمضان الكريم. هلا بشكل عام الصيام مفيد جدا لمرضى القلب. فينا نقول تقريبا اكثر من 90% من مرضى القلب بيستفيدوا من الصيام. بس هون تعريف صغير على لما نقول نحن مرضى القلب. القلب هو عبارة عن عضو عضلة، في أجواف، في دسامة، وفي شرايين، وفي شغاف. فأي إصابة لهدول ممكن نحن نسميها مرض قلبي. بس الشائع وقت نحكي عن أمراض القلب هي عبارة عن أمراض الشرايين التاجية والتضيقات والاحتشاءات. نعم دكتور، يعني اللي بيكون عنده مثلا مثل ما قلنا أمراض شرايين التاجية وارتفاع ضغط الدم وهالأمراض، هل كمان بيأثر على الصيام، أو في حمية غذائية معينة أو عادات صحية لازم يتبعوها بهذا الشهر الكريم؟ نعرف نحن لهم حساسية معينة، خاصة إنه في توتر وهيك ضغط شوي بهذا الشهر. هلا من ناحيه الامراض التاجيه او الامراض الاكليليه عند مرضى القلب بيتقسموا لقسمين. في ناس بيكون عندهم نقص ترويه او امراض اكليليه بس مستقره، يعني بيمشي المريض 5 كيلومتر 6 كيلومتر بيتعب، ما في اي مشكله نهائيا. هيدون المرضى ادويتهم خفيفه، ما في مدرات، ما عم يستعملوا نيتروجليسرين، بيصوموا الصيام عادي. وفي امراض القلب اللي بيكون عندهم نقص الترويه غير مستقر، ممكن يجيهم على الراحه، ممكن يجيهم اثناء المشي الخفيف، هيدون بنصحهم لا، لانه باي وقت احتمال يحتاجوا ادويه. الناحيه الثانيه امراض الاحتشاء العضله القلبيه، اذا مريض صار معه احتشاء عضله قلبيه ما فينا نخلو يصوم، بدنا ننتظر 6 اسابيع إماها ادويه مراقبة. النوع الآخر من المرضى يلي بيكون عندهم تضيق بالدسام القلب، لأنه ضخ الدم من القلب على كل أجهزة الجسم بيعتمد على قوة معينة، فإذا في تضيق شديد بده يصير في صعوبة بوصول الدم للأنسجة. فلذلك هدول المرضى كمان بدنا نحطهم بالحسبان انه ما فينا ننصحهم يصوموا. كمان نفس الشيء اذا كان في دسامات بسموها القلس، ما عم تعمل وظيفتها، الدم كله بيرجع بيؤدي لوزمات. هدول المرضى بنعطيهم مدرات كمان بنخاف انه يصوموا. العضلة القلبية بحد ذاتها احيانا بصير فيها التهاب، كمان هذا ممنوع. او العضلة بسبب احتشاءات او امراض ثانية بصير بسموه وهن او ضعف، بالطبيه بسموه قصور قلب، يعني العضله بدل ما تصير تضخ بهالقوه بصير تضخ بس شوي. هون المرضى بنستعمل له نحن ادويه، وهالادويه ممكن تكون مدرات و فهيدون وبصير اضطرابات شوارد، ما بننصحهم انه يصوموا، خصوصا كان درجه 3 او درجه 4. اكيد هي هن تقريبا المرضى اللي بننصحهم. في المرضى اللي بيصير عندهم عمليات جراحيه، طبعا بالتنسيق مع جراحين خلال 8 أسابيع تقريبا أو شهرين، نحن بنحاول إنه ما يصوموا كمان نهائيا. هي بشكل عام عن أمراض القلب. نعم. طيب دكتور، حكينا يمكن عن الحالات اللي ما بيقدر فيها مرضى القلب من الصيام، خلينا نحكي عن الحالات المضبوطة، يعني اللي بيعانوا مثلا من ارتفاع بالضغط معين مضبوط بأدوية خاصة، أو اللي بيعانوا حتى من انخفاض بضغط الدم كمان مضبوطين، هل مسموح لهم الصيام او لا؟ هذا سؤال كثير كويس. انا هلا بشكل عام كل مرضى، يعني انا كل مرضى اللي عندي بالعياده او بشجع اي مريض انه قبل شهر رمضان المبارك يروحوا عند الطبيب قبل شهر او شهرين، يتاكدوا هن جاهزين ولا ما جاهزين، ادويتهم شو النصائح.
لما نجي على شهر رمضان كل مريض قلب وبالمطلق او مريض سكري لازم يعرفوا انه بدهم يقصوا ضغطهم 3 مرات باليوم، لازم يعرفوا انه السكر ياخذوه 3 مرات باليوم، لازم يعرفوا انه يزينوا حالهم 3 مرات باليوم. فببساطه كلهم هلا المريض اذا الشهر او شهر ونص قبل شهر رمضان كان مستقر هالضغط، كان مستقر كل هالامور، ما فيها الوزمات، ما في ضيق نفس، ما بحاجه للدواء الا مره او مرتين باليوم، هدول بامكانهم يصوموا. بيجوا على شهر رمضان جاهزين، ما بصير في مفاجآت. فهيدون المرضى بنقول لهم نحن انه اوكي صوموا، بس بنصحهم دائما انه خلال شهر رمضان ياخذوا الضغط 3 مرات، السكر كمان نفس الشيء، الوزن نفس الشيء، هدول كلها علائم نكتشفها باكرا احسن ما تصير المشكله اثناء الصيام واستدعي مستشفى او لا. دكتور يعني عم نسمع كتير انه الجلطات الشبابية كترانة بالبلد وبسن صغير، يعني شباب صغار، فتعددت هيك التفسيرات بيقولوا من الزعل اجتوا جلطة، فخلينا نعرف التفسير العلمي لأسباب الجلطة الشبابية اللي عم تصيب الشباب بسن صغير، ونحكي كمان هل في علامات للجلطة، هل في أعراض؟ انت قصدك هون بتوقع قصدك على الجلطه القلبيه؟ نعم جلطه. هلا الجلطه القلبيه للاسف 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 الجزء الاكبر هون بيقع على المرضى وعلى الثقافه الطبيه عند المرضى وعلى التوعيه سواء كان من المريض او حتى من الاطباء اللي نحن بنشوفهم. في شيء اسمه عوامل خطر او ريسك فاكتورز. عمليا بامريكا او بكل الدراسات منبلش نحن ندور عليه بعمر العشرين، يعني بعمر العشرين ببلش اول فحص، اول كوليسترول، بالعمر 30 او 35 بزيارات الدوريه الطبيب بيسال عن هالعوامل هيدا وبيشوفها، اي عامل من العوامل مستقصي بسرعه وهذا ممكن نكشفه. للاسف احنا لما بنقول زعل لا بيكون في يمكن كثير اسباب لك، في كثير تراكمات منها اولا القصه العائليه، ممكن الشخص نفسه تماما عنده اخ اخت ام اب بعمر صغير صاير معه، ممكن يكون عنده كثير امراض ثانيه، ارتفاع ضغط ما مبين، سكر ما عنده كلياتهم، بس لما بيصير الحادث هون كلياتنا بنقول اما زعل او قدر الله. هيدا المفهوم لازم نغيره نحن هلا، وهذا لازم ينتشر ما بين الناس وكمان ينتشر عند الاطباء، وبتمنى انه كمان المؤسسات او الدعايات تركز كثير على الصحه وعلى الكشف الباكر لهالامور. اكيد. يمكن دكتور يعني بعض الأمراض ومنها القلبية ترتبط بتاريخ المريض بشكل عام، يعني سواء كان مصاب بمرض آخر أو لا، وخصوصا بيربطوا بين مرض القلب ومرض السكري، وقديش بيأثر الاثنين بيتأثروا ببعض. خلينا نحكي عن هاي العلاقة وكيفية ضبطها أيضا. طبعا هاي كتير مهمة، هاي بسمون عوامل الخطر. يعني هلأ مثلا ناخد مثال بسيط، مريض قلب درجة أولى بسيط بس عنده كمان سكري وعنده كمان، هيدون نحن بدنا نربطهم ببعضهم. هذا مريض القلب بصير نسبة حدوث الجلطة القلبية عنده أعلى، فهذا حتى في فترة الصيام بدنا مو شرط يكون مرشح جيد للصيام. هدول المرضى بدنا نكون كتير كتير حريصين على أنه نضبط عندهم السكر بشكل مضبوط يكون تحت 120، الضغط تحت 120 أو 130، كتير مهم، لأنه هي هي عوامل الخطر الموجودة يلي أمامنا يلي العلم قلنا أنه نتجنبها مشان نتجنب الاحتشاء على القلب. نعم دكتور، كونك اختصاصي أيضا بالأمراض الداخلية، خلينا كمان هيك نعطي لمحة شوية عن علاقة بعض الأمراض بالصيام، يعني أمراض الكلى والصيام، الأمراض العلاقة كمان الضغط النفسي والصيام، خلينا هيك نرتبهم، بعدين آخر شيء رح نفوت بالآخر الأبحاث اللي بأمريكا وبدبي ونحكي عنها. هلأ بس ببساطة هون مثلا مرضى أمراض مرضى الضغط، مرضى الضغط فيهم له 4 درجات، درجة أولى ثانية ثالثة رابعة. الدرجة الأولى والثانية هي حكينا عنهم بدواء واحد بيكون مضبوط، الدرجة الثالثة والرابعة هن بيكون ضغطهم فوق 150-160 مع الأدوية، هيدون بدنا نكون حذرين كثير 3 مرات، لأنه نوصف لهم أدوية خلال اليوم إذا ارتفع عن 140 لازم ياخذوا الحبة. كثير عم شوف مرضى أنا عم يكونوا بال 180 وماشيين وعم يسألوا وعم يضلوا، هذا غلط. فهي مرضى الضغط بنصحهم دائما يقيسوا 3 مرات الضغط، يكونوا جاهزين لهذا. مرضى الكلية، القصور الكلوي درجة أولى ودرجة ثانية، إذا ما في مدرات عم نعطيها نحن للمريض، والكرياتين او وظائف الكليه على الحد المعين، بس عندهم امراض ثانيه مثل السكري او نحن كثير بهمنا ترويه الكليه،
فبهيدونا كمان بدنا نكون حريصين، ما فيني نقول لمريض القصور الكلوي درجة أولى أو تانية أنه لا صوم وعنده أمراض تانية. فإذا عنده قصور قلب وعنده سكري وعنده درجة أولى ولو بسيطة من الكلية، لا درجات متقدمة من قصور الكلية لا ما بنصح أنا نهائيا، لأنه كتير هيدون بدنا نعتمد عليهم على الشوارد، أي شيء ممكن يسبب لهم اضطرابات قلبية. من الناحية العصبية بركز على مرضى الصرع أكثر شيء. مرضى الصرع هون كمان قبل شهر أو شهرين نتأكد أنه ما في حالات صرعية، نتأكد بأنه الدوات مضبوط، ونتأكد بأنه ما عنده أي حالات بسموها النسمة. يعني ممكن ما يكون عنده صرع خلال شهرين، بس من الاستجواب والطبيب لما يستجوبه للمريض يقول له أنا عم تجيني حالات تغيير، عم يغير نفس، عم شم، عم حس، هي كل حالة قبل الحالة الصرعية ننتبه. هذا أنا ما بخلي يصوم، هي من الناحية العصبية. من الناحية النفسية كثير مهمة، أنا عندي مريضين مرضى السكيزوفرينيا يلي بيكون عندهم إيمان كثير بالدين وبدهم يصوموا، بس الأدوية هون كثير بده يكون حذر في الطبيب، الأهل والمريض. هيدون الأدوية اللي مسبب هالوساسة سمعية، هالوساسة بصرية، ممكن المريض باللا شعور يسمع شيء يدله على أشياء معينة، ما بنصحهم لمرضى الفصام. مرضى الاكتئاب او مرضى القلق كثير هم مهمه، انه بمرضى الاكتئاب ومرضى القلق لما بيبدا المعالجه في الادويه في ما بين 4 أو 6 أسابيع لحتى تاخذ تاثيرها الدوائي الفعلا الضابط للقلق او للاكتئاب. بيصير في تغيرات بالجسم، منا قلق زياده او هون كمان نحن نعطي ادويه اضافيه. فمرضى العصبيه او الاكتئاب او القلق خلال 6 أسابيع لما اللي بدنا نبلش نعالجهم ما بنصحهم انا نهائيا، لانه في بيكون ادويه ثانيه مشان نحافظ على المستوى العقلي تبعهم. نعم. وفي دراسه على بسموه مرض نفسي، هو مرض ذو القطبين، الباي بولر او مرض ذو القطبين، اللي هو المريض بيكون فيه اكتئاب كثير وبيجي الطور الثاني اللي هو بسموه القلق كثير كثير. فشافوا هون انه هالمرضى لما عم يصوموا في شيء نسبه 47% نكس، بس بالحالات اللي بيصير في عندهم القطب الاعلى اللي هو كسره الكلام، كسره الصرف، التصرفات الغير منتبهين عليها، فهيدون احنا ما بننصحهم، هاي من الناحيه النفسيه. نعم. من الناحيه الهضميه فيني اقول لك تقريبا الصيام صحي كثير كثير. نعم. معظمهم في بس حالات الاسهالات الحاده، ما يصير تشفاف، الاسهالات الحاده، التشفاف، بهالطقس، امراض اللي بيكون عندهم التهاب الكولون القرحي او داء كرون اللي عندهم اسهالات او عم ياخذوا ادويه بتاثر على جسمهم. نعم. اما في حاله التهاب الكولون القرحي او الامراض الثانيه يلي مستقره وبسيطه، بالعكس الصيام كتير جيد، بالإضافة طبعاً للقرحات النازفة والقرحات الحادة. نعم. هيدي كمان احنا بدنا نكون كتير حريصين عليها ونتجنبها. هيدون كلياتهم توعية المريض وقربه من الطبيب، ونتجنبهم ونخلي المريض يتمتع بالصيام أكثر صحي. نعم. يعني دكتور علي قبل ما نختم حديثنا، حضرتك المسؤول عن الأطباء المقيمين في الخارج، الأطباء السوريين، خلينا نحكي عن مشروعك مع الأطباء السوريين. إيه، أنا بعد ما خلصت الانترنال ميديسن يعني الطب الداخلية عملت كمان سنة من التدريب الدراسات العليا. هذا كتير كتير مهم. أنا للأسف هون إسا ما كتير لمسته موجود عندنا. طلاب الطب بيستحقوا أكثر من هيك مجهود ينعطوا، لأنه هذا تدريبي منهم تعليمي، والطبيب لازم يكون موجود معهم تقريبا يوميا من الناحية التعليمية، من ناحية المؤتمرات، من ناحية الاختلاطات، وهي بدها دعم من المشفى، من الإدارة، وهي كتير مهمة. الأطباء كتير عندهم أحيانا إشكالات أو تساؤلات، لازم رئيس الأطباء يكون موجود كأخ لإلهم، يستقبلهم، يتفهمهم، يكون أخ لإلهم، يساعدهم. رئيس الأطباء مو معناته رئيس، لا، أنت تستقبلهم، تفهمهم، تريحهم، تخفف الضغوط عليهم وتدلهم على الطريق الأنسب. نعم. يعني دكتور علي شرفتنا ونورتنا، أكيد حكيك ما بينشبع منه عنا كتير أسئلة، وخاصة أنه أنت ملم بأمراض الداخلية، يعني عندك كل الإجابات تقريبا. كنا حابين نسألك عن طب المشافي، إذا بحب تقول شيء أخير عن طب المشافي مشان نختم فيه.
تكرمي. طب المشافي هو اسمه الهوسبيتال ميديسن. هلا طب المشافي هو تقريبا بلش بال95 بامريكا وصار هلا شبه اختصاص باوروبا، صار هلا دارج شبه اختصاص بدول الخليج عم يدخل. ببساطه طب المشافي هو لما بيكون في طبيب هو جزء من الاخصائي الداخلي بس بيكون مخصص بالمشفى. الطبيب من الاسعاف اما بيخرج او بينقبل، لما بيتم قبوله هو الطبيب بيكون مخصص لمعالجته بكل شيء. هون عم يصير صار انه الاخصائي هو اللي عم يعالجه، بس لما المريض عم ينقبل على المشفى عم يكون في عنده ضغط، سكري، درق، ادويه نفسيه، هيدون كلياتهم من امامه الممرضه، هون في عبء كثير على الممرضه، والاخصائي من ناحيه القلبيه وراح، طيب مين في للمريض هون؟ لا، هذا لازم انا برايي ينبحث اكثر بسوريا وينفتح له كاختصاص مثل طب الطوارئ اللي بنسمعه كثير، لانه بينعكس على اولا بيقصر من مدة الاستشفاء للمريض وقلة الكلفة، اثنين المريض بيكون رضيان أكثر، ثلاثة نتائج الطبية بتكون أفضل بكثير. الأهم كله أنه لما بيتخرج المريض لعند الطبيب بيكون بيعرف معه لائحة شو معه وشو الأدوية ومين لازم يراجع. هي كلها بتنعكس على المريض وعلى أهله وعلى البلد وعلى التكلفة المادية، والاسم الهوسبيتال ميديسن هذا. نعم. يلي هذا هو أنا بدي تقريبا هلا أنا بدي أحاول إن شاء الله أقدر شو إذا فيني أطبقه بسوريا، إذا شفت فيه تعاون فيه تجاوب سواء على مستوى المشافي أو الجهات الحكومية. أكيد بدنا نقول لك كل التوفيق لك دكتور علي، وشكرا لوجودك معنا ومجيئك خصيصا من دبي لسوريا لتحكي عن هالأمراض اللي يمكن الناس كثير عندها معلومات، وايضا لتحكي عن مشروعك وطب المشافي بشكل خاص. شكرا كثير لوجودك معنا واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. سوريا بتستاهل والجيش العربي بتستاهل، وتحيه كثير كثير كبيره الي للجيش العربي السوري وللناس الموجودين بسوريا وعم يتحملوا كل هالشيء، وانا مشان هالشيء والتقدير لجهودكم كلياتها اجيت هالزياره وبدي ارجع ان شاء الله. اهلا وسهلا، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك.